بطولة العالم 27 على أرض مصر. نشوف احنا ايه اللي ناقصنا، محتاجين نصلح ايه، غلطنا في ايه، عشان نقدر نحضر الماتشات اللي بعد كده، عشان ليفل الماتشات بيزيد كل ماتش. بالنسبه لنا المباراه حياه او موت، دي هتبقى فاصله بالنسبه لنا. طبعا لازم كل واحد فينا يبقى مركز في كل كره تجيله، حتى لو هيجيله مثلا كره واحده في الماتش، فلازم ان هو يبقى مركز فيها كويس جدا عشان يخلصها باذن الله. نموت نفسنا هم 30 دقيقه.